عايز يطمن طبعا على عادة استقرار الموسم القادم، هل كابتن ايهاب جلال مكمل مع نادي الاسماعيلي في الموسم القادم ولا لسه ما اتكلمتوش فتحتوش انا موضوع هاخد من التجديد؟ تصريح كابتن ايهاب ومن رغبه كابتن ايهاب ان هو مش عايز يتحدث في هذه النقطه تحديدا، وهو قال انا الاسماعيلي ده الروح بالنسبه ليا وانا سعيد جدا بالعمل في الاسماعيلي، ولكن هناك حاجات قبل التجديد لابد ان احنا نعملها ان احنا ننجز هذا الموسم زي الجماهير ما عايزه ونكون في المربع الذهبي. وعايز اقول لحضرتك ده مطلب جماهيري، ويعني الاداره الجمهور اللجنه الفنيه طبعا انسب من يقود الاسماعيلي في الفتره دي وفي الفترات القادمه هو كابتن ايهاب جلال، ولكن هناك بعض الترتيبات بناء على رغبه كابتن ايهاب جلال احنا هنلجئ الحوار حول هذه النقطه تحديدا، ولكن زي ما اقول لحضرتك اي واحد عاقل محب للاسماعيلي يتمنى وجود كابتن ايهاب جلال مواسم قادمه وليس موسم قادم فقط، وهو المسؤول مسؤوليه كامله عن الفريق، مين اللي موجود، مين اللي هيستقدم، مين يمشي، هو دي بتاعته. وبرضه عايز اكد ان في كلام طلع عن بعض اللاعبين المستغنى عنهم في الموسم الجديد، ما الكلام ده ما طلعش، ما فيش اي تحديد لاسماء، احنا محتاجين كل اللاعبين معانا دلوقتي، من غير المنطقي ومن غير المقبول ان اي حد يربط اسماء وينسبها لجهاز فني او للجنه فنيه، ان ده ما حصلش. وبالتالي احنا هنعلن ده في نهايه الموسم، بطمن جماهير النادي الاسماعيلي افضل شيء للاسماعيلي هو اللي هيتعمل، مصلحه الاسماعيلي فوق اي اعتبار. فان شاء الله بس احنا هنرجع الحوار حول التجديد ومين قاعد ومين ماشي غير بعد ما نجتاز مجموعه من المباريات تؤهل الاسماعيلي انه ينافس وبقوه على المربع الذهبي للعوده الافريقيه مره ثانيه باذن الله. حضرتك قلت هتاجله خلاص الكلام على مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد في نادي الاسماعيلي والصفقات، عايز اتكلم بس معاك، هل وصل عروض فقط لباهر محمدي او عبد الرحمن مجدي ولا لسه ما وصلش اي حاجه؟ بص خلينا منطقيين جدا جدا، باهر محمدي راجع من اصابه طويله غاب بسببها سنه ورجعوا بقوة، عبد الرحمن مجدي راجع من إصابة من بداية الدور الأول، والحمد لله ثقة كابتن شوقي غريب أخذ المنتخب الأولمبي وأنا أتوقع له التألق والإبهار بإذن الله وهيلعب إن شاء الله. فالأندية اللي ممكن يكون فيه شك إنها بتبعد عروض هم بيشوفوا اللاعبين يعني مستواهم إيه، يعني خلينا نتحدث بصراحة، لكن ما يتم ترديده من بعض الوكلاء أو من بعض الصفحات أو من بعض العالمين ببواطن الأمور وما أكثرهم، ويقول عبد الرحمن مجدي مضى مش عارف فين ده باهر، هاخد من تصريح اللاعبين، اللاعبين قالوا إحنا عندنا مأمورية نثبت نفسنا قدام الإسماعيلي، ولو في احتراف يبقى احتراف خارجي بمعرفة النادي. باهر المحمدي عنده مع الإسماعيلي 3 سنوات متبقية، عبد الرحمن مجدي 3 سنوات، فهم نفسهم ارجأوا الكلام في هذا الموضوع، قالوا احنا طموحنا احتراف خارج الحدود واحتراف دوريات اوروبيه. وده يمكن فكره عبد الرحمن مجدي انه قال ان هو كان عنده تحدي وعايز يثبت نفسه في الاولمبياد علشان يستطيع من خلال هذا ان هو يبقى مطلوب في بعض الانديه الكبيره في اوروبا، وهو ده تفكيرهم. غير كده الاسماعيلي وهم ماضيين وموقعين، فبالتالي كل الكلام اللي بيتقال عن عروض وعن صفقات تبادليه وعن الكلام ده كله لم يحدث. اخيرا استاذ علاء عايز اطمن معاك على ازمه طبعا ابراهيم حسن، اخر مستجدات في الازمه دي بعد الغرامه وخصم النقاط، عايزين نطمن وصلته لايه مع نادي النجوم؟ يعني ان شاء الله الموضوع باذن الله باذن الله لا بديل غير عن حله، ونفس الموضوع برضو احنا قلنا الكلام في هذا الموضوع اعلاميا لن يفيده، فبالتالي ان شاء الله باذن الله بطمن جماهير النادي الاسماعيلي وان شاء الله مجلس الاداره لن يالو جهدا نحو حل الموضوع من جذوره عشان الموضوع ينتهي تماما باذن الله.